نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده المشاهدين، وتحياتي لنجومك الكبار الكابتن علاء، كابتن يوسف، كابتن عادل، وكابتن عكاز. منور يا كابتن. هنروح للحكم على طول. هنقول مباراه صعبه ولا سهله ولا متوسطه؟ مباراه صعبه. ليه صعبه؟ رغبه الناديين في الفوز. النادي الاهلي عاوز يحقق الفوز لمزيد من الانتصارات وتقديم عرض قوي، نادي بيراميدز عشان يفوز ايضا ويحقق المركز الثاني. دي نقطه كابتن ايمن. النقطه الثانيه بنتكلم في الاحداث التحكيميه والاختبارات اللي حدثت اثناء المباراه. عندنا حاله ركله جزاء، حاله الطرد، عندنا حاله كمان من حالات الغاء هدف للتسلل. دي كلها بتقول ان المباراه صعبه تحكيميا. خلال الحلقات ان شاء الله هنقول ايه الموضوع واللي عملوه الحكام، وايه الايجابيات وايه ما يجب تطويره لعنصر التحكيم. نروح لطاقم التحكيم. محمود البنا ابن كفر الشيخ كان حكم المباراه. نروح لطاقم التحكيم، هنلاقي محمود البنا مع احمد حسام طه من حكام منطقه القاهره حكم دولي، واحمد توفيق من البحيره الحكم الرابع، محمد حسن حكم الكره الشاطئيه اللي هو حكم كاس عالم. عندنا على الفار محمود دوسي ومصطفى عثمان منطقه القاهره. دولة الفار محمود دوسي ومصطفى عثمان من منطقه القاهره. اعتقد النهارده كان لهم دور ايجابي كبير جدا في المباراه. هنشوف من خلال الحالات. الحاله الاولى سريعا كده نشوف اول حاله عندنا. هنا البنا قريب جدا كابتن ايمن، وهنا بنقول هل هي ترتقي للبطاقه الحمراء ولا الصفراء، ولا هي تعطيل هجوم واعد ولا تهور؟ بنشوف ان قفشه رايح عنده فرصه كابتن يوسف زي ما قلنا تعطيل هجوم واعد، بالتالي هنا الانذار، هنا المسك موجود والدفع موجود، هنمشي والبطاقه صحيحه في هذه الحاله. بنا قريب ويمد القرار قرار صحيح. سريعا نروح للحاله الثانيه. حاله من الحالات ان هنقف عندها شويه كابتن، وهو رغم ان البنا قريب وخد القرار سريعا باشهار البطاقه الصفراء، ولكن هل هناك ممكن يبقى في بطاقه حمراء في هذه اللعبه ولا لا؟ هنا بنقول الفار وتدخل الفار والشيء بالشيء يذكر. نشوف الحاله ديت حاله من الحالات المهمه جدا في الملعب. نقف في الملعب، هنقف يا كابتن. الحكم ما يقدرش يروح للتفاصيل في هذه الحاله. كويس، احنا قلنا الفار. الفار لما جه في حاله عمرو السوليه نتيجه استخدام المرفق، هذه الحاله ترتقي لتدخل الفار. طب هنا الفار ما تدخلش ليه يا كابتن؟ هنا بنقول المعايير، وانا بتكلم كابتن ايمن معاك هنا. التحكيم بالمعايير الواحده لابد ان يكون في جميع الحالات. احنا بندي مثال لان الفار زي ما ليه حاجات ايجابيه في حاجات للتطوير للفار. شايف ان ممكن هذه الحاله يعني نشوف هنا الانكل، ودي اصعب شيء في الرجل، منطقه مش محميه يا كابتن، وبالتالي هنا كان ممكن يكون في احتمال بطاقه حمراء في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا جدا، والحكم مساعد احمد حسام طه في الاول هدف، وهو اوتوماتيك المساعد على طول اشار بالتسلل. كابتن هنا نقف، هنقف لحظه اللعب ولحظه الموقف. كابتن ايمن معايا لحظه التمرير، نشوف ان الموقف هنا موقف سليم تماما، ليس هناك تسلل لاي لاعب من بيراميدز. نيجي هنا بقى، دي بقت لعبه ثانيه كابتن ايمن. لحظه التمرير هنا ولحظه موقف التسلل. بحيي احمد حسام طه على هذه الحاله، كان تركيز وما استناش الفار هنا في القرار، ولكن هنا اشار بالتسلل، وبالتالي هنا الفار تدخل واكد قرار الحكم المساعد في حاله من الحالات. حاله مركبه يا كابتن ايمن، حاله مركبه. الاولى ما كانش فيها تسلل، والثانيه التسلل هنا موجود. بشكر طبعا طاقم الاعداد والتصوير على ان هو جاب الحاله ديت. برافو احمد حسام، وحاله من حالات التميز للحكم. نروح الحاله بعد كده، وهي حاله من الحالات اللي في الملعب ايضا لا توجد تفاصيل الحكم غير ان هو بيشوف ان هنا في استخدام الكوع. سريعا بنتكلم على استخدام الكوع وفي منطقه الوجه. هنشوف هنا، هنا في حركه اضافيه كابتن ايمن. بنقول انا ممكن اطلع واعمل التقاء كابتن يوسف وانزل عادي، ايدي تنزل عادي تسند مفيش مشكله، انما ايدي ان تروح في حركه اضافيه واستخدام الكوع والذراع هنا كمان في الوجه، ودي منطقه حساسه وهنا بطاقه. اعتقد الفار هنا جاب الحكم، ونقول الشيء بالشيء يذكر. حاله الطرد، الفار جاب الحكم، وهنا استخدام الكوع، شاف هنا ورجع ادى، لغى الاصفر وادى البطاقه الحمراء. الكلام ده للعيبتنا كلها، لابد انك انت تبقى حريص على في الحالات اللي هي استخدام الكوع، بلاش تستخدم الكوع. طيب كابتن السؤال هنا،
لو انا طالع براسي عادي ونازل، فانا وانا نازل غصب عني ايدي الاثنين، هو مش شرط ساعات بايد واحده او ساعات ايدي الاثنين بالظبط، بتتفرد وبنزل كده عليها. ممتاز. وغصب عني زي ما حصل في السليه مثلا هنا ان ايده ضربت غصب عنه في وش الزميل المنافس. ممتاز كابتن. هل تستحق بطاقه حمراء برضه؟ حضرتك لعبت الكره يا كابتن، انا ممكن اعمل الثقاء واطلع العب الهيدرز وهنزل اسند بايديا حسن، مفيش مشكله خالص. كويس. انما وانا بنزل في حركه اضافيه بالذراع او بالكوع، الايد يعني في فرق ان انا انزل واسند مفيش مشكله خالص، ولكن ان الايد تعمل حركه وتروح هي دي اللي احنا بنعاقب عليها اللاعب. اعتقد الفار تدخل فيها وكان التدخل كان تدخل صحيح. نمر للحاله اللي بعد كده ونشوف. دي حالة يمكن بحيفة الحكم بقى، حيث طبعا خد القرار بدون تردد يا كابتن هنا، وهنا اكتشف التفاصيل مرة واحدة. ركلة الجزاء للنادي الأهلي. هل هنا الإيد هنا في وضع غير طبيعي ولا مش وضع طبيعي؟ احنا قلنا دايما في لمسة اليد بنروح لحاجة مهمة جدا جدا، وهي البوينت اوف كونتاكت. هنا نمشي ستوب. يعني ايه البوينت اوف كونتاكت كابتن؟ لاحظت الكره ما تيجي الايد كانت ايه؟ مظبوط. هقف على الصوره دي بس، الايد كانت في وضع طبيعي ولا كانت خارج نطاق الجسم؟ معاقب اللاعب. انا ممكن لحظه الكره لما تروح تبقى الايد في الجنب يستمر اللعب، عشان بس ندي ثقافه تحكيميه للكل. الايد طالما في البوينت اوف كونتاكت لحظه التلامس الايد كانت في وضع غير طبيعي، وبالتالي هنا تسديد على المرمى احتسب ركله جزاء البنا واشهر بطاقه صفراء، والقرار قرار صحيح، تدخل فار اكد على هذا القرار. التنفيذ واحنا قلنا دايما نحتاج الكاميرات يا كابتن عادل، والله عندنا مشكله في الكاميرات. هنروح للتنفيذ واحنا متحيرين، هل الحارس تقدم لحظه اللعب ولا لم يتقدم؟ احنا قعدنا فريق العدل طبعا تعب كتير جدا جدا عشان نقول لحظه التسديد، هل الحارس هنا تقدم بالقدمين ولا كان هناك قدم على الخط وقدم كانت موجوده؟ نشوف هنا كابتن، هنا من الحاله ديت مش واضحه، نشوف تاني. اجتهدنا اكتر من مره عشان يبين اتقدم هو كابتن، نشوف هو له الحق في ان هو يبقى في قدم على الخط وقدم تاني تبقى فري. هنا بردك نفس الشيء، لسه ما زلنا مش متاكدين نتيجه وضع الكاميرات والكاميرا هنا او زاويه. تمام. هل رجل الشمال هنا؟ لا ده نط برجليه الاثنين، مش رجل واحد. انا بتكلم في لحظه التسديد كابتن هجازي، لحظه التسديد ركله جزاء الوضع الرجل كانت فين؟ ده اللي احنا عاوزين نقوله، ربط ما بين هنا هنا كابتن. احنا ممكن عاملين حاجه من القناه عاملاها والاعداد عامل حاجه جميله جدا، هذا التنفيذ وهذا الحارس اعتقد حاله من الحالات تحتاج الكاميرا عشان نقدر نحدد هل الحارس تقدم لحظه التنفيذ كابتن بعد اذنك هو او لا. ليه نقص الكاميرات؟ هل نتيجه نقص امكانيات ولا ايه بالظبط؟ احنا عايزين هو المفترض احنا اتكلمنا في النقطه دي كابتن ايمن كتير، قلنا هذه المباراه على الاقل في بعض الدوريات 18 كاميرا في الملعب. 18 بالظبط، احنا عندنا هنا تقريبا 6 كاميرات او 8 كاميرات، عدد قليل. لا يعني بنحتاج ان احنا اكثر من زاويه عشان نقدر الحكم يقدر يقول في مخالفه نرجع او ما نرجعش. محتاجين مزيد من الكاميرات، محتاجين كمان الكاميرات اللي هي ذات جوده عاليه كابتن ايمن. جوده عاليه يعني احنا قلنا مش هنقول الجوده عليها، طبعا اكيد المخرج عارف، عشان خاطر ما تجيش الصوره دايما احيانا بتيجي مش مظبوط. اخر حاله عندنا وحاله عند المساعد رقم 2، اعتقد ان هو عمل مباراه صعبه جدا، مباراه كويسه جيده، ولكن هذه الحاله برضك نقول ايه؟ نقول هنا ان يجب على الحكم، خلينا في الخط الاولاني هو هنا، هل في تسلل كابتن ايمن ولا لا؟ لا مفيش. نبص على حكم المساعد كابتن يوسف سابق. واحنا قلنا لو انت سابق نص خطوه قدام او ورا ما تقدرش تبقى مركز في مع اخر تاني مدافع. لحظه الربط ولحظه الموقف هنا اللاعب هنا اعتقد مغطي، وبالتالي حاله بنقول له احمد ما زلنا نقول حالات للتطوير، حاول يبقى في تركيزك وتمركزك صحيح. بشكل عام اقدر اقول ان التحكيم ماشي كويس، اتمنى نخلي برنامج ان المباراه اللي جايه في الوداد، وبقول الوداد، ان يكون التحكيم جيد، لان التحكيم هيبقى حاسم في مباريات المغرب ومباراه القاهره في معسكر في الكاف، بعديها هيتم اختيار الحكام لمباراه بطوله افريقيا. اتمنى التحكيم يكون يعني جيد
عشان خاطر نقدر نحن كأهلي أو زمالك يقدروا يوصلوا في البطولة. شكرك كابتن أيمن، دي كانت آخر حالة. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، وبنتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية استوديو التحليلي النهاردة لمباراة الأهلي وبيراميدز واللي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وأمتعونا النهاردة، كابتننا الكبير كابتن علاء ميهوب ألف شكر. ألف شكر كابتن. كابتننا الكبير كابتن محمد يوسف ألف شكر. ألف شكر كابتن، ربنا يخليك. المتميز دائما كابتن عادل مصطفى ألف شكر. ألف شكر يا كابتن. كابتننا المعجزة كابتن هاني العجيزي ألف شكر. ألف شكر يا كابتن. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر. لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.